أعزائي المشاهدين، في حلقة جديدة. الحلقة النهاردة حلوة مش وحشة. الحلقة ديت بتتكلم عن برنامج. البرنامج دوت زي ما انتوا شايفين، انا حاطة الخلفية بتاعتي على انه انا صورت نفسي وحطيت الصورة في البرنامج. البرنامج رسمها لي بالقلم الرصاص. تعالوا نشوف مع بعض. هي دي الصورة اللي انا حطيتها. هنبدأ دلوقتي من الأول. أول حتة دي أول حاجة هتظهر لك. أول حاجة هتظهر لك لو أنت مصور نفسك كده كده وعايز تختار من الجاليري، هتدوس هنا عشان تظهر لك من الجاليري. فأنا هدوس هنا. لو أنت لسه عايز تصور نفسك دلوقتي هتدوس هنا، لكن أنا هدوس هنا لأن أنا لسه أنا مش عايز أصور نفسي دلوقتي، أنا خلاص صورت نفسي. هدوس هنا وأدوس الاستوديو. وبعد كده مثلا أنا عايز الصورة دي، هدوس عليها. وبعد كده أحدد الحتة اللي أنا عايزها. أنا عايز ديت، عايز وشي بس. فبعد كده هدوس على ابلي، هالي وات جارمنت. وبعد كده هيجيب لي الاختيار ده زي ما انتوا شايفين كده، هيسمع لي بالقلم الرصاص مشخبط. وهنجرب معاكم كل واحدة. اهو بنجرب دوت. دي وحشة، دي يعني مش وحشة، لا دي وحشة، دي لا وحشة برضو. هي في أحلى واحدة عجبتني كانت دي كانت أحلى واحدة عجبتني. وكان في ديت برضو حلو، مش وحشة، بس ديت حلوة. دي كأنها انت تبعها من البرينتر يعني. في رد هنا، ريت بلو ووتر كولر، في زيت. دي اخر اختيار، لا مش اخر اختيار، في رسمة هنا وهنا. يعني في اختيارات كتيرة حسب كنتوا تشوفوها. هو ده كان الحلقة، هذه كانت الحلقة بتاعتنا. أتمنى تكون عجبتكم. شكرا.